النهارده بدأ بنشاط هام لرئيس الوزراء الجديد والقديم، ولكن في ظل ولاية جديدة، الدكتور مصطفى مدبولي. زار مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة تنفيذ المشروع، وقال عليه أنه واحد من أهم المشروعات المحورية. الدكتور مدبولي كمان اتكلم عن ضرورة تسريع تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وأنا شايف أن الكلام ده مهم لأنه جاي فيه أعقاب أحاديث كثيرة، بعضها كان ملحوظ عن قطع الأشجار القديمة في مناطق عاشت فيها عشرات السنين، فكان لازم نطمن أن البلد دي هتفضل خضرة عشان تواجه العوامل البيئية. فرئيس الوزراء طالب بتسريع زراعة 100 مليون شجرة، ولازم نحدد الشكل الجمالي واختيار أنواع الأشجار. أيضا النهاردة زار سيد رئيس الوزراء مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية، اللي ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية على مساحة 9.8 فدان. الهدف منه استعادة المكونات التراثية للحديقة، الحفاظ على الأشجار التراثية، منطقة التبة، تجديد برجولة قمة التاج، النافورة الأثرية، نادي سوق السلاح، إحياء البحيرة، الكوبري الخشب، وسور الحديقة والبرجولات الداخلية. مشروع الأزبكية انتهى بنسبة 93%، فاضل أكشاك الكتب ونادي السلاح والنافورة الأثرية. دكتور كمان مدبولي طالب بشرح حول تاريخ كل شجرة ونوعية هذه الأشجار في حديقة الأزبكية. معانا السيد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور يا فندم. أهلا يا فندم. سيادة المستشار، إيه هو مشروع حدائق تلال الفسطاط؟ يعني حديقة الأزبكية أغلب الناس يعرفوه، لكن ما نعرفش قوي معلومات كفاية عن حدائق تلال الفسطاط. مشروع حدائق تلال الفسطاط هي منطقة بتقوم الدولة بتطويرها في إطار جهود تطوير منطقة الفسطاط، وضمن مشروع الأكبر اللي هو تطوير منطقة القاهرة التاريخية. المشروع هو الهدف من اليوم كان متابعة كما ذكرت حضرتك الموقف التنفيذي للمشروع. المشروع فيه يعني عدة مكونات له، بيتضمن تطوير مسطحات خضراء، حدائق عامة، تطوير مزارات سياحية في المشروع، وده طبعا بيأتي في إطار الاهتمام بجذب المزيد من السياحة الوافدة. المشروع إذن هو جزء من عملية تطوير منطقة الفسطاط وتطوير القاهرة التاريخية. المشروع اليوم يعني كان فيه معدلات تم وجدنا فيها مستوى جيد من المعدلات التنفيذ. السيد رئيس مجلس الوزراء شهد بنفسه معدلات التنفيذ، لكن طبعا طالب بالإسراع في معدلات التنفيذ وتشغيل بعض مكونات المشروع أو بعض جوانب المشروع اللي تم تنفيذها والانتهاء منها، طرحها وتشغيلها في أقرب فرصة ممكنة، بحيث أنه ده يسهم في بدء التشغيل التدريجي للمشروع. نعم. طيب كمان السيد رئيس الوزراء اتكلم النهاردة عن المنطقة الاستثمارية بالمشروع. هل ايه هي ملامح هذه المنطقة؟ وهل بدأت بالفعل، بقت جاهزة للتشغيل، وهل تم طرحها للبيع ولا اتباعت؟ يعني ايه البيانات حول المنطقة الاستثمارية اللي موجودة في الفسطاط؟ المنطقة الاستثمارية اللي هي المنطقة اللي ممكن يتم طرحها للقطاع الخاص لتشغيلها، وطبعا المنطقة الاستثمارية فيها بتشمل العديد من الخدمات. المنطقة كما ذكرنا بجانب المساحات الخضراء في مزارات سياحية، في مناطق خدمية لخدمة زوار المنطقة، في طبعا جهود لتطويرها بصورة شاملة بحيث أنها تشغيل الجزء الاستثماري أو المنطقة الاستثمارية دي زي المطاعم على سبيل المثال، تشغيلها سيسهم في توفير عوائد بصورة مبكرة يمكن استخدامها في استكمال المشروع. فهذا الأمر يعني الجزء الاستثماري ده يا فندم هو اللي فيه الجزء الخدمي، وبيشمل العديد من المكونات منها المطاعم، ودي بتمثل يعني زي ما ذكرنا فرصة لجزء منها لخدمة زوار الحديقة، وأيضا هي جزء منها بيكون جزء سياحي
يعني على مستوى عالي من الجودة، وجزء يساهم في جذب المزيد من السياحة لتلك المنطقة، وبيساهم في طبعا في حالة تشغيله في توفير مزيد من الموارد اللي تساعد على استكمال المشروع. طيب سيادة المستشار، ماذا عن 100 مليون شجرة؟ وصلنا فيهم لكام شجرة؟ 100 مليون شجرة يعني تم زراعة مساحات ضخمة أو عدد كبير منها على مستوى وزارات مختلفة، وليس فقط على مستوى جهة محددة بتشترك فيها العديد من الوزارات. اليوم كان جزء ما شاهدناه اليوم هو جزء من تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. طبعا الموضوع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بيأتي بالتنسيق مع كما ذكرت عدة جهات وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية. اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يعني تابع هذا الأمر، والحكومة بصفة عامة بتعمل على سرعة تنفيذ المبادرة عن طريق بناء مخطط للزراعة، في بالذات لو احنا بنتكلم على منطقة الفسطاط بنتكلم على مخطط للزراعة بيراعي الشكل الجمالي، وفي نفس الوقت الشكل بيتم اختيار نوعية الأشجار والعمل على متابعتها وتنفيذها من قبل الجهات المعنية في المشروع، بحيث ان هو بيتم اختيار نوعية الأشجار والعمل على تضمين الجزء دوت من حيث الحدائق، تطوير الحدائق وزراعة المزيد من الأشجار. كي ما ذكرت حضرتك هذا الأمر بيعكس حرص الدولة على زيادة المساحات الخضراء والمسطحات الخضراء على مستوى الجمهورية وفي مختلف المحافظات. على سبيل المثال منطقة الفسطاط يعني فيها أكثر فيها تلال عديدة، فيها أماكن خضراء ومسطحات خضراء، وفيها أماكن تاريخية أيضا، فبالتالي يعني المشروع هو جزء منه سياحي، جزء منه بيخدم مبادرة 100 مليون شجرة، وجزء منه أيضا كما ذكرنا هو جزء استثماري. متوقع أنه ينتهي إمتى مشروع الفسطاط؟ جاري إن شاء الله يعني تنفيذ والمراحل النهائية بتاعته إن شاء الله، يعني بنأمل أنه يتم تنفيذه وانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة. لكن مبدئيا يعني احنا بنسرع بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم جاري تسريع عملية التنفيذ، بحيث انه يتم وضع توقيتات زمنية للانتهاء من المشروع في اقرب فرصة ممكنة ان شاء الله. وكما ذكرنا انه التوقيتات للانتهاء من المشروع ان شاء الله سيتم تسريعها، خاصة مع ادخال بعض مكونات المشروع محل التنفيذ، بحيث انها تساعد على توفير مزيد من الموارد، وتوفير المزيد من الموارد بيعني سرعة التنفيذ معدلات التنفيذ. طيب سيادة المستشار، عايز أسأل حضرتك عن الكهرباء. في ناس ملاحظة إن في مناطق بدأ يقل فيها انقطاع الكهرباء، وفي مناطق ما زال الانقطاع فيها، هل في تغير في الخطة؟ اطلاقا يا فندم ما اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء ما زلنا مستمرين فيه. احنا المفروض اننا حاليا بنقوم بعمليه بناء المخزون الاستراتيجي من الوقود سواء من الغاز او المازوت، بحيث انه المبالغ اللي اعلن عنها السيد رئيس مجلس الوزراء حوالي مليار و200 مليون دولار سيتم من خلال توفير هذا المبلغ بالتنسيق مع وزاره الماليه والبنك المركزي شراء الوقود اللازم، وفي خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال تماما. الوقت الحالي يعني ما زلنا في الوقت الحالي تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، ولكن طبعا إن شاء الله سننتهي من هذا الأمر خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو حتى انتهاء الصيف، لن يكون هناك أي انقطاع للكهرباء أو تخفيف للأحمال، وسنراعي في كل الأحوال الالتزام بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال تماما مع نهاية العام الجاري. طيب أخيرا سيادة المستشار، وزير التربية والتعليم الجديد في الحكومة يتعرض لحالة من الهجوم الشديد جدا في وقت صعب جدا بيتولى في مسؤولية الوزارة أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة، هل مجلس الوزراء في هذه الحالة ننتظر منه رد أو توضيح أو تأكيد الثقة في الوزير، أو أن مجلس الوزراء كان يعلم جيدا
بحكايه الدكتوراه وانها يعني استاذنك استاذ خيري، يعني الموضوع دوت اعتقد انه يعني عده جهات معنيه في الدوله وعلى راسها وزاره التربيه والتعليم اصدرت بيانات واضحه، فيعني خلينا ارجو ان احنا نلتزم بهذا الامر، وفي نفس الوقت انا بحيل حضرتك للتصريحات اللي قالها السيد رئيس مجلس الوزراء بصفه عامه فيما يتعلق بفلسفة التشكيل الحكومي خلال المؤتمر الصحفي. لأنها كانت بصفة عامة، وإذا كان وزير أثار كل هذا الجدل ونحن لا نشكك إطلاقا، بالعكس. يعني معلش خليني بس أكمل حضرتك إنه الموضوع ده خصيصا يعني السيد رئيس مجلس الوزراء أوضحوا إنه بصفة عامة تشكيل الحكومة راعى في عملية الاختيار إجراء مقابلات شخصية وعملية تقييم دقيقة، أما فيما يتعلق بالحالة أو المثال اللي حضرتك بتشير إليه تحديدا فأعتقد إنه في بيانات صدرت في هذا الصدد وسنكتفي بها في هذا الصدد. سأحترم رغبتك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.